قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بافتتاح مشروع تثبيت مفاتيح الكهرباء وتوصيلها إلى مجمع المرافق المركزية الذي سيمكن إدارة المطار من تلبية احتياجات البنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد وضمان استمرار الأعمال التشغيلية فيه حتى في حالات الطوارئ المفاجئة. تتسارع صور الإنجاز في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي حتى تتوالى في عرض ذاتها أمام كل مهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بتشغيل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية التي تمضي البحرين نحو اكتمالها على الوجه العصري. التواصيف المتناغمة في البناء الحديث ستكون عماد المرحلة المقبلة من المشروع الذي حوته أعلى المعايير العالمية الخاصة بتشييد المطارات، نقلة نوعية أخرى يسجلها مشروع التوسعة ليعلن عن بدء توليد الكهرباء في مبنى المسافرين الجديد، الأمر الذي يعكس رغبة الجهات المعنية وجديتها في السير ثباتا نحو رفع نسب الإنجاز وتنفيذ ما خطط له. تثبيت مفاتيح الكهرباء وتوصيلها إلى مجمع المرافق المركزية جزئية هامة تم تفعيلها بقالب يتلائم مع مواصفات شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي المعروفة باسم ليد. تم بناء هذا المبنى على أفضل المعايير الدولية اللي هي ليدز سيرتيفيكيت شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. طبعا بدأ المشروع في أبريل 2016 في العمليات الإنشائية، وجاءت معظم المعدات من مولدات كهربائية اير تشيلرز واير هاندلينج يونت كلهم وصلوا خلال يمكن بداية العام الحالي في يناير، والحمد لله تم تجهيزه وتركبت. المبنى ذي بيكون هو القلب المطار، المكان اللي يكون جميع موظفين الصيانة من مهندسين كهربائيين وميكانيكيين موجودين في هالمبنى يتأكدون أن كل شيء داخل المطار يكون حسب المفروض. طبعا في مولدات كهربائية في حالة الطوارئ ممكن توفر الكهرباء، لو في أي حالة من الحالات أن انقطعت الكهرباء المطار شغال حسب ما هو معتاد، كل الأمور هذه تم توفيرها. عملية تتكفل بتلبية احتياجات البنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد إلى جانب ضمان استمرار الأعمال التشغيلية فيه حتى في حالات الطوارئ المفاجئة. فالمشروع الكهربائي هذا يضم 6 وحدات لتبريد المياه بقدرة تزيد على 13,000 طن و10 مولدات للطاقة الاحتياطية بقوة كهربائية تبلغ 32 ميجا فولت أمبير. تثبيت المفاتيح الكهربائية الرئيسية بجهد 11 كيلو فولت، والتنسيق بينه وبين هيئة الكهرباء والماء على أساس نخلص أول جزئية هي تشغيل المفاتيح الرئيسية اللي هي مفاتيح الألف ومفاتيح باء. فتم بحمد الله أن وصلنا أن خلصنا المشروع على البرنامج بالتنسيق بين مدراء المشروع مطار البحرين وبين هيئة الكهرباء والماء. إن تثبيت مفاتيح الكهرباء وتوصيلها إلى مجمع المرافق المركزية سيسهم وبشكل خاص إلى فتح المجال أمام عمليات التجهيز الداخلي لمبنى المسافرين الجديد ليخرج بحلة منمقة زاهية تليق به. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.